مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. أهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير الحمد لله. اليوم غادي نتقاسم معكم فطور ديالي البسيط اللي ما فيهش بزاف ديال التكلفه، يعني يمكن لكم في واحد الوقت اللي قصير بزاف انكم تحضروه وتزينوا الطاوله ديالكم. خليكم معايا في الفيديو للاخير، وما ننساش نرحب بالبنات اللي عندي في القناه كاملين والبنات اللي عاد انضموا جداد. كنقول لكم مرحبا بكم، وإلا عجبتكم القناه طبعا يمكن لكم تضغطوا على زر الاحمر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. وغادا ندوز دابا باش نحضر الشوربه، هي الاولى، لان الوصفات الاخرى اللي غنحضر اللي بسيطه. عندي شامبينيون مقطع، عندي صدر ديال الدجاج مقطع تقريبا واحد 150 غرام ماشي بزاف، بروكولي، وعندي الكروفيت كما كتشاهدوا هذه 200 غرام، يعني غير بمكونات بسيطه. ويمكن لكم تحيدوا الكروفيت، يعني تكتفيوا غير بصدر الدجاج، وإلا ما عندكم صدر الدجاج يمكن تستعملوا غير شامبينيون. وعندي هنا البروكولي، وعندي البوارو مقطع، بصلة مقطعة، بصلة خضراء حتى هي مقطعة، القرعة مقطعة مكعبات حمراء، وهاد القرعة الخضراء هكا شرائح طويلة قطعتها غير بالموس، وفلفلة حتى هي نفس الشيء. وعندي حبة ديال البطاطا باش تعقد لينا شوية لاصوص، وعندي الكرافس والقليل من زيت الزيتون يعني واحد ربع كاس، والفلفل الأسود، بودرة الثوم، والملح طبعا. وبالنسبة للقرعة الحمراء راها كتخطر يعني لاصوص ديال الشوربة ديالكم، كيجي زوين وعاقد كما شاهدتوا. شوربة اللي صحية بزاف، ونسيت ما ذكرش لكم الزنجبيل، عفوا، حتى هو راه يعني كيتواتى مع الدجاج. والكركم راه ما بانش لكم حتى هو في المكونات، راني ضفته مع المقادير. وورق الغار او ورقه موسى حتى هي، واللي نسيتي لنا شحال من حاجه دائما ناسي، يعني انا دائما ده مشكل عندي، كاين غير حدايا ولكن ما كنحطوش فوق الطاويله ديال التقديم. خديت طنجره وضعت على النار، وضفت زيت الزيتون غير شويه، وغادا نوضع البصل يعني البصل الاخضر والبوارو، ويعني يمكن لكم تكتفيوا غير بالبوارو، انا كنضيف البصل والبصل الاخضر لانه متواجد عندي، واللي ما متواجدش عنده اكيد تقدر دير غير البصل بلا البوارو، ولا يعني ماشي مشكل. هذه كتبقى شوربه ديال الخضار، يمكن لكم تضيفوا فيها اي حاجه عندكم، خضره، اللوبيا مقطعه خضراء، او المهم اللي متوفر عندكم وصافي. الجزر حتى هو انا ما استعملتوش، درت القرعه الحمراء يعني كافيه، هي دارت لي اللون وكدير لي واحد الصوص زوين ولذيذ. وشرائح ديال الدجاج يعني غير شويه للتنسيم وصافي. كلكم ديروا القطع ديال اللحم، يعني اللحم الاحمر او السمك، داكشي كيبقى اختياري وعلى حساب المتوفر. دائما البنات كنمشيو على حساب داكشي المتوفر عندنا، لان هاد الشوربه هادي يمكن لاي واحد يديرها. الخضر تبارك الله متواجدين في المغرب وحتى هنا وفي كاع البلدان، وفي شهر رمضان خاصكم تكثروا من استهلاك الخضر والفواكه اكثر من الحوايج الاخرى، من اللحوم او المهم الحوايج اللي راكو عارفين. يعني دابا راه كلشي ولا اطباء، الناس كلشي ولا عارف، كلشي كيشوف، يعني كلنا كنبحثوا تبارك الله، غير تبعوا الدكتور الفايد راه ما شاء الله استفدتوا وتوليوا اطباء طبعا. انا دائما كنضل لكم على الوصفات يعني اللي كتكون كنحس بها راها صحيه، وخصوصا في هذا الشهر الفضيل هذا، يعني دائما كنبغيو نديروا وصفات اللي تكون صحيه وما تخسرش لينا النهار ديالنا. بحال هكا من في الصيام كاين اللي كتاكل شي وصفه ماشي مزيانه، نهار كامل كتضل توجع الكرش ديالها. الاحسن ناكلو بحال هاد الخضر، راهم مزيانين، وندخلهم في بزاف ديال الوصفات، حتى البريوات ديروا فيهم الخضره، يعني ما يمكنش يعني ماشي تكتفي غير باللحوم او الاسماك بوحدها، دخلوا الخضره حتى هي مزيانه، والاسماك طبعا
أسماك في شهر رمضان راه مهمة، وأكيد الكل كيستهلك في شهر رمضان بكثرة الأسماك. وضعت الخضار كما شاهدتو وجميع التوابل، وغادي نزيد الكرافس قطعته هكا، خليته مرققتوش باش هكا يبقى باين في وسط الشوربة. وإلا بغيتو تضيفو حتى داك الجدر ديالو، دوك العصير الطوال هادوك قطعوهم كل عصي هذاك الجدر هذاك قطعوه حتى هو رقيق وضيفوه. وإن شاء الله غادي نبارطاجي معكم هذه المرة الشوربة ديال الكرافس، جدر الكرافس كتجي زوينة بزاف ولذيذة. إن شاء الله نبارطاجيها معكم في القناة. وغادي نضيف الماء الكافي اللي غادي نطيب ليا فيها الشوربة هذه. المهم البنات هادو راه غير وصفة عادية، المهم بغيت نبارطاجي معكم شنو كنطيب. ما كنطيبش شي حاجة كتيرة ولا، لأنني ما كنش بزاف غير حنا، غير أنا وزوج ديالي، ما كنش يعني ما كنش اللي كياكل لينا. والورقة ديال هذا ورق الغار أو ورقة موسى، أنا كناخدها هكا طرية كتباع في يعني البنات اللي هنا راه في بلجيكا أكيد غيكونوا شايفينها في دولايز، كتباع هكا خضرة وكتكون فيها النسمة أحسن من هذيك اللي تتكون كارمة. انا راه الشوربه ديالي يعني قربت توجد، غادي نضيف الكروفات يعني في الاخر. انا كنعرفو بلي ما كياخدش الطياب وما خصوش يطيب بزاف باش ما يقصحش يبقى فيه ديك الطراوه، خاص نديرو حتى للاخير. والشوربه ديالي كتجي غنيه وصحيه اكيد. وصايبت المسمنات اللي غادي نحط لكم وصفه خاصه عليهم، درتهم في الفران جو رائعين البنات غزالين، مذاق ديالهم زوين، وحاجة ديال الفران كتكون اكيد زوينة ولذيذة. والكفتة اللي استعملت هنا راه يعني اللي بلا غريس، ماشي الكفتة ناتور، باش يعني باش تبقى لكم ميد ما وفي هذاك المذاق ديال ديك الشحمة، ديروا هذيك اللي كيكون فيها لا غريس. وكنطوي المسمنات ديالي كنسرحهم، كندير وحدة في وحدة وكنستعن بالعمارة اكيد. انا غنحطهم في الفيديو بوحدهم، دير لهم فيديو خاص باش هكا البنات اللي ما كيبغوش هكا يشوفوا بحال هاد يعني الوصفات الطويله ديال تحضير الاكل او الفطور، او يعني يضغطوا غير على الفيديو اللي محتاجينه ويشوفوه. الشرموله ديالو جات رائعه، وان شاء الله غادي نحطه لكم اليوم مع هاد الفيديو في العشيه ولا غدا ان شاء الله، خصني غير نمونطيه ونحطه لكم في القناة. ومن بعدها مني ساليت لان المسمن هذا ديال الفران ما خرج لي بزاف، وغير وحده في وحده يعني ماشي بحال ديال المقله كتوجديهم بسرعه وكتدخليهم الفران سهلين. بس باش نحضر واحد شليضه هكا بسيطه، ماشي شلاضه يعني شي نهار غنتقاسم معكم شلاضه اللي تكون ديال المناسبات، هذه غير شلاضه هكا عائليه وصافي. المهم داكشي اللي كان متوفر عندي في الثلاجه هكا طلعت خلطت لي فخوي مع كل شيء ولكن البنات ما درتش لاصوص، ما درت حتى شي صوص. واللي كيبغي اكيد راه يمكن ليه يضيف زيت زيتون ومعه شويه ديال الملحه وداكشي راكو عارفين. المهم انا اكتفيت بها هكا بالخضر الطبيعيه غير كنشوف فيها، او الفواكه كنشوف فيها هكاك بعيني. لو بغيتو ديروا المايونيز او داكشي اللي كتبغيو. قطعت هاد التسبيله هادي كما كتشاهدوا، غادي نخوي لها شويه القلب ديالها. فتحتها قدامكم وغادي ندوز دابا باش نقادها ونحيد لها داك الشيء اللي الوسط ديالها. وحيدت خويت واحد الجزء منها باش هكا نعمر به سويله من داخل. كنبين هنا باللي يعني بداكشي اللي متوفر عندكم بسيط، راه الاطباق عندي راه ما كنحطش شي حاجه اللي واو ولا شي حاجه يعني طيبه في الطياب، غير داكشي خفيف. ولكن غير بقى غير على حسب كيفاش انت كتلعبي بالالوان في دوك الطبيصلات وداكشي، راه كتعطي واحد المنظر للعين قبل ما نبداو ناكلو، يعني عينك كتجد بيها بهذيك الالوان.
قطعة الليمون هكا وشوية ديال الفجل والبصل الأخضر ولافوكا والقليل من الخيار، يعني واحد نص خيارة هكاك، وصافي هكا. بقيت كنقاد في البيصلات، كنوزع شوية ديال الخيار، شوية ديال الفجل، شوية ديال البصلة الخضرية اللي حتى هي مزيانة وصحية. يعني بدون إضافات، يعني داكشي طبيعي. وزينت بشرائح ديال الليمون هكا غير على حساب اللون وصافي، باش يعطيني داك اللون الأطباق، ما يبقاش داك اللون الأخضر بوحدو. يعني حاولت نفتحو باللون، ما بغيتش ندير الجزر أو الباربا، باش يبقاو الأطباق كيبانو نقيين. إن شاء الله باقي المزيد وباقي مازال، إن شاء الله نتقاسم معكم بزاف الحويجات. انا كنبين لكم هادو غير اطباق عاديه بالنسبه لي انا اللي كنستعمل في المنزل ديالي، يعني باش نشوف انا بعينيا وصافي. وزينتها بواحد القطع ديال الفريز هكا في جناب ولي ميغتي، هادو حتى هما كيعطيو داك اللون الاسود، كيعطي واحد اللون في الطبق كما كتشاهدوا. المهم يمكن لكم تكتفيوا بالالوان اللي، وماشي بالضروره البنات ديروا هذا الشيء كاع اللي درت انا، يعني غير الخس وتبارك الله راه، يعني الليمون راه موجود، قطعوا شويه ديال الليمون، شويه ديال الخس، شويه ديال التفاح، يعني داك الخضر من الاحسن، وهكا تزينوا الاطباق ديالكم. ماشي بالضروره الفخيز وهاد لي ميرتي ولافوكا، يعني يمكن لكم ما تستعملوهمش، داكشي المتوفر عندكم وتخلقوا السعاده من والو، وديروا اطباق اللي تكون زوينه. والمسمن ديالي راه ما نقولش لكم كيفاش جا البنات، خرجته من الفران مقرمش ورائع في المذاق ديالو، يعني كيجي طبقات. ان شاء الله غدا كما قلت لكم غدا نبارطاجي معكم في القناه، وما تنسونيش البنات من الدعم ديالكم واللايكات ديالكم اكيد الى عجبتكم القناه. ما غاداش نقول لكم يعني داكشي كيبقى فضل منكم، اكيد كيفرحني طبعا. انا الفطور ديالي هاد الخبيزات اللي وجدتهم حتى هما في نفس النهار وما بارطاجيتهمش معكم، يعني لانني فايته دايره معكم في واحد الفيديو نورمالمون كان عليا نحطهم، لان لحسب الروتين ديال داك النهار اللي جاو طريين، ودائما انا كنديرهم هكا في رمضان، يعني كيقولوا لهم خبز المقله. وهادي الشلاضه ديالي اللي متنوعه بالفواكه، وطيبت هنا شويه ديال الكروفات و هاد شوربة. المهم داكشي اللي حاولت نزين اطباق وصافي، والعصير ديال التفاح والحامض، وضفت عليهم الخيار اللي كيجي روعة البنات، يعني الخيار والحامض والتفاح الاخضر هو هذاك العصير ديالو كيجي زوين. وهذه الشوربة ديالي، وطبعا درت اتاي وداكشي اللي كيبقى، والتحليه البنات نسيت ما حطيتهاش، بقات في الثلاجه ما رديتش البال، وجدتها ولكن ما حطيتهاش مع الفطور. ان شاء الله مره اخرى هاد الايام اللي وليت كنسى بزاف وكنتمنى ان هاد الاطباق يعجبوكم، وان شاء الله ويلقاو استحسان من عندكم. وما تنسوش ليا البنات لي لايك وبارطاج مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وان شاء الله مازال نتقاسم معكم وصفات اخرى في فيديوهات اخرى، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. ما نطولش عليكم، والسلام عليكم.